وحقيقة هي كانت فاجعة وكانت صدمة كبيرة بالنسبة للعائلة ديالو الصغيرة والعائلة ديالو الكبيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاج حمادي عمور تيبقى هرم، أنا قلتها في عدد ديال هرم وظاهرة يقتدى بها من ناحية التضحية ومن ناحية المثابرة ومن ناحية العطاءات الفنية التي لا تعد ولا تحصى، والله شاهد على ما أقول. واللهم تعالى يسكنوا فسيح الجنة. كان يعاني من مرض السكري منذ 3 عقود ويحاربه ويقاومه في صمت في صمت، والله سبحانه وتعالى كان وقف معه. ايوا هادشي اللي كاين. كان يعاني من المرض، وهي نعطيكم واحد بين قوسين، بمجرد ما توفت الوالدة هذه 5 سنين بدينا كنحسوا بالتدهور، يعني التدهور في الحالة الصحية ديالو. هادشي عادي، لأن 10 ديال 60 سنة راه ماشي سهلة، كيجمع غير الفم. ايوا هادشي اللي نقول لك اولدي. بعض الخطرات كان كيجي عندنا السي رشيد الوالي وهشام الوالي ومحجة، يعني عدد الفنانين، هو كيسولو في التليفون. الحق هو هذا، ماشي ما تيتصلوش به، وهو كانوا كيجيو بعض الاعمال وداك الشيء، وكنت كنحاول نشجعو باش نعاود، ولكن نظري للظروف الصحيه ديالو ما عجز. قلت له الوالد عطيتي الله يجعل شي بركه. هادشي اللي بمرور الوقت غادي يبداو يبانو، لان النهار باقي طويل ومازال يبانو ومازال يبانو. أعزائنا واحد فنان أحبه المغاربة بدون استثناء، صاحب المقولة الشهيرة طنطني ومن لا يعرفه، أبدع في المسرح السينما التلفزيون هذه سمة الحياة، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان فنان متنوع حتى بالأغاني قام بتأليفهم، أحب الفن وأعطى له الكثير. زيد